بالنسبة لكلفة الامتحانات الوطنية عموما تقدر بحوالي 25 مليون دينار، هذا بطبيعة الحال في الظروف العادية، إذا كان مثلا ماش نقول في الظروف العادية يعني هذا يخص الإعاشة والمكافآت والاتباع. مساهمة المترشحين في الكلفة هذه تقدر فقط بحوالي 4 مليون دينار، والبقية بقية يعني المبلغ هو محمول على المجموعة الوطنية. احنا بالنسبة لهذه الدورة اللي هي دورة 2019 يعني مش يأمنها من موظفي وزارة التربية حوالي 140 ألف موظف تابع لوزارة التربية، اللي مش يكون عندهم يعني مهام مباشرة وحتى ربما غير مباشرة في تنظيم الامتحانات الوطنية، هذا ما يمثل تقريبا نصف موظفي وزارة التربية. بالنسبة للجديد كذلك بالنسبة لهذه الدورة نقول وأنه مع إحداث فضاءات التخزين اللي هي عبارة على مراكز إيداع محلية في كل المؤسسات التربوية اللي هي ستؤمن وستحمي العلب المتضمنة المواضيع خلال يعني الفترة قبل فتحها والانطلاق في توزيع يعني الاختبارات على المترشحين. وكذلك هنالك إجراء جديد اللي مش يلاحظوه المترشحين في قاعات الامتحان، وأنه النسخ المواضيع مش تكون مباشرة يعني داخل الظرف، مش تكون داخل الظرف، مش يكون كيس بلاستيكي، والكيس البلاستيكي هذا اللي هو عنده مواصفات يعني دقيقة خاصة وهو خاص فقط بالامتحانات الوطنية، يعني الظرف سيحتوي على كيس بلاستيكي والاختبارات هي مش تكون داخل هذا الكيس البلاستيكي. ومن الإجراءات الجديدة وأنه التلميذ الذي سيقع عليه الاختيار داخل قاعة الامتحان هو الذي سيتولى التثبت من سلامة هذا الكيس، وهو الذي سيتولى فتح الكيس قبل بطبيعة الحال يعني تمكين المساعد من الاختبارات للقيام بعملية توزيعها. من المستجدات كذلك بالنسبة لهذه الدورة وأن هنالك تعديل على مستوى مواصفات اختبارات مناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية، وكي نقول تعديل المواصفات هو المقصود به يعني طبيعة الاختبار أو شكل الاختبار، حاولنا باش نقرب يعني شكل الاختبار من الاختبارات اللي هي متعود عليها المترشح خلال السنة الدراسية. هذا بالنسبة لخمسة مواد خاصة بمناظرة دخول المدارس العادية النموذجية. من الجديد كذلك وأنه هذه الدورة ستشهد إصدار شهادة البكالوريا حامل الختم الإلكتروني، وهذا يبدينا فيه السنة الماضية ولكن نواصله هذه السنة، ولكن يعني أي مترشح من حقه شهادة بكالوريا وبيان أعداد بالنسبة للناجحين وبالنسبة للمرفورين بيان أعداد باللغة العربية، ولكن لمن يرغب من الناجحين وكذلك من المرفوتين من المرفوضين يعني طلب خدمة إضافية وهي الحصول على شهادة البكالوريا وبيان أعداد بالنسبة للناجحين ب يعني ست لغات أجنبية اللي هي اللغة الفرنسية، الإنجليزية، الإيطالية، الإسبانية، الألمانية وحتى الروسية، وهذه الخدمة متاحة للناجحين وكذلك لغير الناجحين في امتحان البكالوريا. من الجديد كذلك بالنسبة لهذه الدورة وأنه يعني الختم الإلكتروني هذا اللي مش يكون يعني محمول على الشهادة سيمكن يعني صاحب الشهادة من عدم ربما الرجوع إلى الإدارة العامة للامتحانات للقيام بإجراءات المصادقة ثم الذهاب إلى وزارة الخارجية لإتمام المصادقة على مستوى وزارة الخارجية مباشرة يعني بإمكان الاتصال بأي عدل الشهادة على مستوى المنطقة اللي هو يقيم فيها القيام ب يعني اجراءات المسابقه اللي هي نسميها يعني وضع الختم الابوستي على الشهاده. هذا من بين الاجراءات، ولكن كذلك يعني اجراء اخر جديد اللي هو الطباعه بالالوان، واحنا نعرف انه بالنسبه للدوره السابقه شهدت طباعه زوز اختبارات بالالوان اللي هما العلوم الحياه والارض بالنسبه لشعبه العلوم التجريبيه، وكذلك ماده التكنولوجيا بالنسبه لشعبه العلوم التقنية. هذه الدورة سندعم هذا الإجراء من خلال تباعة مادة التربية التشكيلية بالألوان، تباعة مادة علوم الحياة والأرض بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وكذلك مادة الإيقاظ بالنسبة لتلاميذ المدارس الابتدائية. مادة الإيقاظ ستكون بالألوان، هذه أول مرة بطبيعة الحال في تاريخ الامتحانات الوطنية. شهادة الوطنية أول مرة.
اصدار الشهادات الوطنيه بطبيعه الحال هناك اجراء جديد يخص التلاميذ اللي مش يترشحوا لمناظره دخول المدارس العاديه النموذجيه، هذوما من حقهم اثناء الحصول على شهاده وطنيه كما شهاده البكالوريا وكما شهاده امتحان شهاده خط العلم الاساسي العام والتقني. لمن يرغب في ذلك بامكانه طلب هذه الشهاده اللي هي اسمها شهاده اجتياز مناظره الدخول المدارس العاديه النموذجيه، هي على مستوى شكل يعني شهاده البكالوريا، فيها بيانات المترشح وفيها كذلك الاعداد اللي تحصل عليها المترشح في المناظره. بالنسبه لنا ايه كنت تحدثت على جميله؟ وين؟ فيديو. تحب تزود؟